يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الذهاب إلى القبر لأجل الدعاء لصاحب القبر بأن الله يغفر له ويرحمه؟ هل يجوز الذهاب إلى القبر لأجل الدعاء لصاحب القبر بأن يغفر الله له ويرحمه؟ إيه، مش لأجل نتيجة أو ثمرة زيارة القبور إلا الدعاء للأموات، لأنهم بحاجة إلى الدعاء، يدعو لهم، يسلم عليهم ويدعو لهم، هم بحاجة إلى هذا. نعم.